بداية ببارك لطاهر على انتقاله للنادي الأهلي وبقول ألف مبروك، إن شاء الله يكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، لعيب مميز، لعيب قدامه إن شاء الله مستقبل كبير، وبقول له ألف ألف مبروك يا طاهر انتقالك للنادي الأهلي. طاهر لعيب ربنا سبحانه وتعالى إداله موهبة كبيرة ولعيب مميز. ولعيب خارج من قطاع ناشئين المقاولين، والناس عارفه قطاع ناشئين في نادي المقاولين العرب اللي عندنا منه واحد فخر مصر والعرب بالكامل طبعا محمد صلاح ومحمد النني. ان النادي ما يقفش قدام مستقبله ويديله الفرصه ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، فدي حاجه محترمه جدا. لكن طاهر لعيب ملتزم في الملعب، لعيب على المستوى التكتيكي لعيب كويس جدا، بيشتغل على اطراف الملعب بشكل كويس، لعيب بسم الله ما شاء الله عنده القوه البدنيه كويسه جدا، استخلاصه الكوره والحاله الدفاعيه عنده كويسه جدا، بشوف ان هو ان شاء الله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. طاهر مميز في الخط الامامي بشكل كبير، يعني بيلعب على الاجنحه بشكل كويس جدا، اميز مكان اكيد طرف الملعب الشمال، لكن هو بيلعب طرف الملعب الشمال وبيلعب طرف الملعب اليمين، وممكن كمان بيلعب تحت راس الحربه. لعيب في اللعب الجماعي مميز، لعبه كمان على الجون حالته الهجوميه برضه مميز جدا، اشتغل على الجون بشكل كويس. انا بشوف ان هو اضافه كبيره ان شاء الله للخط الامامي للنادي الاهلي. طاهر انت قدام تحدي كبير في وجودك ان شاء الله مع النادي الاهلي، تقدر تعمل لنفسك اسم وتاريخ، وتقدر تضيف لبطولات النادي الاهلي، وتقدر تساهم مع زمايلك في حصد البطولات مع النادي الاهلي. شرف لاي لعيب يكون متواجد في النادي الاهلي انه يقدر يصنع لاسمه تاريخ ويقدر يعمل لنفسه بطولات، فانت مؤهل لكده. وكمان عندك ميزه ان انت دايما تفكيرك للاحتراف، وتقدر ان شاء الله تحترف من خلال النادي الاهلي. نصيحتي للطاهر، اكيد انا بتكلم معاه كتير بحكم المدرب بتاعه لسه ان شاء الله عندنا الدور الثاني كامل، يقدر ان شاء الله يشارك معنا بشكل قوي. انا اتكلمت مع طاهر اكتر من مره من اول ما تولينا المسؤوليه هنا في نادي العرب، وقد ايه كنت بكلمه على الموهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له وازاي تستثمرها. يمكن حصل بعض الظروف اللي هي خارجه عن ارادته، هي ظروف الاصابه اخرته بشكل كبير. كل تفكيره في الوقت ده كان بيتكلم في الاحتراف، وان هو يكون موجود زي اللعيبه اللي نشوفها بره. هو عنده الطموح ده وما زال لسه موجود، ولكن هو اختار يخش في تحدي جديد بالنسبه له. بلغه الكوره زي ما احنا بنسميها كده، ان انت يعني تغيير عتاد، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير يا طاهر. لازم تبقى مكمل على نفس الحماس اللي عندك، ومكمل على نفس الروح اللي عندك، يبقى عندك الهدف الاكبر وانت بتفكر في الاحتراف. مش عايز الهدف ده يقل عندك، ولو انت في الوقت الحالي مش هقول استسلمت للاصابه او تفكيرك اتغير النهارده، لكن لما اتكلمنا كتير مع بعض ان تفكيرك ان انت تكون لعيب ان شاء الله لعيب اوروبي، فانا بتمنى لك التوفيق على المستوى الشخصي، واتمنى يكون كلامي معاك ونصايحي ليك ان حتى لو فيها 1% تقدر تستفيد منه، علشان تقدر ان شاء الله تكمل وتكون اضافه كبيره لاسماء اللعيبه الكبيره اللي عدت على تاريخ الكره المصريه. اخر حاجه بنتكلم فيها علاقه النادي المقاولين بالانديه بالكامل، الانديه المصريه، ودي علاقه الحمد لله علاقه قويه جدا. النادي المقاولين علاقته قويه جدا بجميع الانديه، ومنها طبعا اكيد النادي الاهلي. شفنا الموضوع مشي بهدوء، وكان في احترام كبير من النادي الاهلي اول ما بدا يفكر في موضوع طاهر، على طول اتكلم مع مجلس الاداره وتفاوضوا في الامور الماليه. الموضوع ما كانش فيه اظن اي ازمات، الموضوع عدى بسهوله جدا، كان فيه تفاهم. النادي الاهلي كان واضح من اول يوم، وبرده نفس الكلام للنادي المقاولين ومن الانديه الحمد لله اللي بتحاول على قد ما تقدر تحافظ على علاقتها بجميع الانديه. يمكن ده انا اتكلمت فيه اكتر من مره، علاقتنا الحمد لله كنادي المقاولين علاقه طيبه بكل الانديه، خاصه طبعا اكيد النادي الاهلي. الموضوع ما خدش وقت كبير، رغم ان احنا عندنا لسه منافسات ان شاء الله الدور الثاني، ولكن حسم الامور عشان اللعيب ما يكونش متشتت، وفي نفس الوقت النادي برضه احنا نقدر نرتب امورنا ونرتب حالنا ان شاء الله على بدايه الموسم الجديد، ونقدر ان شاء الله ندور على بديل يقدر يعوضنا غياب طاهر ان شاء الله. طبعا اكيد بشكر النادي الاهلي
وبرضه نفس الشكر طبعا لاداره نادي المقاولين اللي ادارت الموضوع بشكل احترافي كبير جدا، وبارك برضه طاهر انتقاله للنادي الاهلي، وبتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله.